بعد 22 عاماً من الضياع، شاءت الأقدار أن يجتمع الأب مع ابنه المخطوف من جديد. تعود قصة الصيني ليووز إلى عام 2001، حينما ترك ابنه البالغ 4 سنوات في المنزل مع أحد الجيران، وحصل ما لم يكن في الحسبان. اختطف الطفل، وبدأت رحلة البحث منذ ذلك الوقت التي سخر فيها ووز حياته في سبيل لقاء جديد يجمعه مع ابنه. لم يستسلم قط، زار مئات المدن وأصبح صديقاً لأباء يحاولون العثور على أطفالهم، ليأتي الخبر السار أخيراً مع إبلاغه بأن نتائج حمضه النووي تطابقت مع شاب على بعد أكثر من 900 كيلومتر من مكان سكنه، والتم الشمل بين لي وابنه الضائع نهاية يونيو الماضي.